في حلقة جديدة من هاني وماريان في بلاد الأمريكان. هعمل النهاردة كنافة بشكل جديد وهجربها معاكم. دي الكنافة الموجودة هنا، شايفين شكلها عامل ازاي؟ فانا هاخد علبتين من دي عشان انا عايزة اعملها اللي هي شكل الهلال عشان رمضان كريم بقى وكل سنة طيبين. العلبة دي تقريبا ب$3، وفي بعض المحلات العربي بيبيعها ب4 وفي ناس بيبيعها ب5. دي تقريبا باوند 450 جرام، فانا هاخد كيلو كنافة. هي متفرزنة اهي، تبقى شكلها كده متفرزنة اهي، ده شكلها متفرزن. انا قطعتها كده يعني هي بتبقى متجمدة متفرزنة، فانت تبقى سهلة انك تقطعها. هي ممكن تطحنها كمان في الكبة، بس انا بطحنها يعني بإيدي، بعملها اقل من كده كمان. ف انا بس بفرجكم شكلها لغاية لما اخلص. ودي انا عندي هنا ده التمر او العجوة عشان انا عايزة اعملها بالعجوة ده، فده الشكل العلبة بتاعته. ودي ده لو البيت ده انا حطيت عليها، ده كيلو كنافة حطيت عليه قولي مثلا ربع كوباية سكر، وهنزل بصبعين زبدة يعني قولي كوباية او كوباية ونص زبدة انا مسيحاها اهي، هنزل بيها وهعجنهم كويس قوي عشان السمنه تبقى داخله في قلب الكنافه. وهرجع لكم تاني بعد ما عجنت الكنافه بالسمنه او الماده الدهنيه. هحطها في الصينيه، انا جبت صينيه مدوره وهوريها لكم، صينيه مدوره اهي. وحطيت هي دي صينيه تيفال، معلش عشان الحواشي بس انا عشان بظبطها. وحطيت حاجه مدوره تبقى شبه رسمه الهلال، هقلبها لكم لما تطلع. حاولت اعمل الطروف يعني افضلت تكبس فيها لغايه لما الطروف تبقى كده، يعني تفضلي تكبسي بايدك او بكوبايه لغايه لما الطروف تطلع كده. انا هكبسها لكم تاني بكوبايه اهي، جبت كوبايه او اعور كوبايه وهكبسها كده. تبقى نكبس عشان انا عايزاها تبقى مدروسه قوي، معلش انا بصور وبكبس بايد واحده. انا عايزه اكبسها، انا هحشيها كريمه، عايزين تحشوها جبنه احشوها جبنه، انا هحشيها كريمه. وهعمل لها الصوص لوحده كده شوكولاته، انا هحشي ده شوكولاته، الحته دي شوكولاته وده كول ده كريمه. هعمل الكريمه الكدابه، انا حطيت 3 معالق نشا، عليهم 3 معالق سكر، عليهم كوبايه لبن وكوبايه ويب كريم، وهقلبهم على البارد، وهحط رشه فانيليا بسيطه وهقلبهم كده على البارد لغايه لما يبقى متجانس، وهطلعهم على النار لغايه لما تبقى كريم. دي الكريمه الكدابه، لان احنا هنا مفيش كريمه، فانا بستخدم كريمه الخف اللي هي الهابي كريم. ممكن انا يعني انا بصراحه انا مش حاطه لبن في دي، انا حاطه ويب كريم كله لان ما عنديش لبن، احنا كيتو فما فيش لبن، فده ويب كريم. انا حاطه كوبايتين ويب كريم فهتطلع كريمه ثقيله، مع 3 معالق نشا مع 3 معالق سكر عادي، وبتتقلب اهي لغايه لما تتقل. انا حشيت الكنافه، طبعا معلش الحته دي ما جبتهاش في التصوير، انا حشيت الكنافه شوكولاته باينه اهي، انا معلمه حته منها، والباقي ده كله كريمه بعد ما الكريمه اتجمدت. وحطيتها كده وهحطها في الفرن. انا معليها على الاخر عشان لما اجي اقلبها، انا بصراحه انا خارجه بره، فيعني احنا عشان انتوا عارفين احنا عاملين كيتو فاحنا ما بناكلش الكلام ده، فانا عامله عشان احنا قاعدين بره فواخداها معايا، فهذوقها لما تطلع بالفراوله وبالشوكولاته وبالمانجا. انا عامه لما بعملها بالمانجا انا بحمر الكنافه مش بعملها كده، وبعمل الكريمه لوحدها وبعمل طبقات، وبحط كمان مع الشربات بعمل بعصر مانجايه لوحدها من غير عصير ولا سكر ولا اي حاجه ولا ميه، وباخد معلقه على كل طبقه فبتخلي طعمها حلو. فدي هنشوف شكلها ايه بعد ما تطلع. ودي شكلها بعد ما خلصت، وهقلبها بقى في صينيه. هو يعني هاني بتريق عليا بيقول انت مش مظبطاها قوي، بس يعني هو يعني ايه حلو حلوه دي، تروح تشيلها من الافوار بكام؟ ايوه بس الهلال يعني بيبقى سكينير عن كده يعني، ارفع من كده. هو الطبقه اللي جه عندي بقى يعني، هو كان المفروض عايز الحته ايه دي، معلش ابقى كلها وانت اظبط. لا انا كيتو طيب الحاجات دي بقى عننا بقى. ده الهلال على كده؟ اه ده الهلال. والهلال ماله كده تخين تخين ليه؟ مالكش دعوه بقى، يا اعوذ بالله عليك راجل كده. هي بعد ما قلبتها هزوقها بالمانجا، انا سايبه شويه شربات، انا سقيتها شربات، انا على فكره دلقت لها شربات يعني ايه كده. الناس اللي هياكلوها هيدعوا ليك.
لا التريق التريق انا بتريق التريق التريق ماشي انا مري. بصي انا زمان كنت اموت في الحاجات دي، دلوقتي ام دان. ممكن اطلب منك طلب؟ لا شويه فراوله من تحت. انا مش قلت لا يا جماعه، انت تقول لا براحتك، انا قلت اطلب طلب. هنرجع لكم تاني بعد الفراوله. ودي بعد ما خلصت الهلال، يعني الحياه الحياه كل ده ان شاء الله، يعني على ايه؟ على اسعاف عدل. اسعاف عدل كميه كالوريز وكاربس، كميه الكاربس. خلاص يا عم الكيتو حل عننا. وقعت ايه؟ وقعت الحاجه الوحيده اللي ممكن اكلها في الموضوع ده كله الفراوله. الفراوله بس انا اعملها كده احسن جميله. هبدا الفراوله كلها هبدا. مش عايزة. هي المفروض انا اكون عملتها طبقه كريمه من فوق، بس انا ما عملتلهاش طبقه كريمه من فوق عشان انا مغرقها شربات. شكلها كده احلى ولا لازم اعملها الاول؟ ما اعرفش، اسال الناس. ودي بعد ما خلصت هي تزيين ال معاكوا بقى ايه؟ شويه ويب كريم. ويب كريم هي عايزه تحط ويب كريم؟ لا ده ويب كريم ساعه التقديم بقى. ساعه التقديم حط بس شويه قول معايا شربات عليها. حط شويه شربات على الفاكهه عشان تدي لمعة. تدي لمعة؟ اه. يا جماعة انا ماليش دعوة باللي هي بتعمله ده. هلال. هي كده بعد ما خلصت الهلال وال حطت له البلح والمانجا وبتحط عليه شربات. ما شاء الله ما شاء الله، اللي اللي هياكل الموضوع ده اوف. قر علينا بقى. انت مش كيتو؟ انا كيتو. انت احد قال لك ان انا مش كيتو؟ الكيتو ايه؟ كيتو كده كيتو. كيتو كده كيتو. خلاص كده هي هتقدم كده 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 خلصت الطبق. هي احطي لغايه لما نوصل عشان ما تقعش. ما تقعش. طب والله اختراع وشكلها جديد وينكر بقى. اختراع وشكلها جديد هي بتقول وينكروا بقى. ايوه. وادي الهلال او كنافه الهلال. كنتم مع هاني وماريان في بلاد الامريكان ومطبخ ماريان. Oh, oh, oh.